ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل. مرحبا بك أستاذ مصطفى. إذا منظمة العفو الدولية تصف قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بأنه نكسة مدمرة لحرية التعبير في العراق، كيف ترى هذا القانون؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حرية التعبير منتكسة في العراق منذ احتلاله. الحقيقة هذا الاحتلال الذي الأمريكي الإيراني المشترك للعراق يفرض قيوده على كل من يتكلم يعني يقدم صورة حقيقية عما يجري في العراق. هؤلاء حرية التعبير عندهم هي التطبيل للنظام المتحكم بالعراق لميليشياته لعصاباته الطائفية الإرهابية. أما عندما يتحدث الصحفيون والكتاب عن مساوئ هذا النظام الإجرامي الميليشياوي في العراق فإنهم يجدون دائما مصيدة الميليشيات التي تغتالهم وتمارس الإرهاب ضدهم. عندما تتحدث بعض المراجع الدينية أو بعض شيوخ الجمعة يتحدثون عن المدونين وناشطي المواقع الإلكترونية ويحرضون عليهم، ألا يعد ذلك ضوءا أخضر لمزيد من القمع ضد كل من ينتقد ما تصفه الأحزاب بتجربة الحكم الديني؟ بعد احتلال العراق وجدنا نمط من ما يسمى رجال الدين الذين يمارسون الإرهاب حقيقة. رجل الدين أو عالم الدين الحقيقي يجب أن يشيع السلام والأمن في المجتمع ويمارس دوره في توعية المواطنين وتهذيب المجتمع والارتقاء به، في حين هناك الآن مجموعة من رجال الدين بمختلف المسميات يمارسون الإرهاب علناً ضد كل من ينتقد السلطة ونظام وعصاباتها وإجراءاتها الإجرامية. إذا كان وهذه حقيقة من يعني أسوأ ما جاء به الاحتلال على الصعيد الاجتماعي والقيمي في العراق. نعم. إذا كان مؤشر الحرية العالمي يصنف العراق من بين الدول المتدنية في مستوى الحريات، إلى أين من الممكن أن يذهب هذا القانون بالعراق بعد وصف أكثر من 10 منظمات حقوقية بأنه انتكاسة؟ إلى مزيد من القمع ومزيد من الإرهاب ومزيد من تخويف الأصوات الحرة التي تنتقد وتفضح هذه السلطة أو هذه العصابات المتحكمة في العراق التي استولت عليه وسرقت مقدراته وقتلت شعبه وأفقدته أي أمل في نهضة حقيقية. المزيد من هذا الإرهاب عبر هذه القوانين وعبر هذه الإجراءات، وحتى بحال عدم وجود مثل هذه القوانين فإن الميليشيات الطائفية الإرهابية تمارس هذا الإرهاب بشكل حقيقي. وجدنا خلال السنوات الماضية العديد من حالات اختطاف الصحفيين والإعلاميين والكتاب والناشطين والذين قادوا بعض التظاهرات في العراق أو شاركوا فيها، تم اختطافهم، تم قتلهم، تم إرهابهم وكذا. إلى أي مدى ترى أستاذ مصطفى أن نشاط المدونين وبعض الصحفيين والإعلاميين يقلق شركاء العملية السياسية؟ أو بمعنى آخر، ما أثر ناشطي هذه المواقع والصحفيين في الشارع العراقي؟ الصوت الحر دائما يقلق هذه السلطة، وبالتالي هناك يعني إجراءات مقابلة لكل هذه الانتقادات وهذه الممارسات التي تفضح الإجراءات الحكومية والإرهاب الميليشياوي. هناك إجراءات مقابلة من جانب السلطة ومن جانب أجهزتها وميليشياتها، وهذا يؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء الصحفيون وهؤلاء الإعلاميون والكتاب والناشطون الإعلاميون والسياسيون في فضح وتعرية هذا النظام الميليشياوي المتحكم بالعراق. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل.